السؤال اللي بيطرح نفسه بعد ما وصلنا للدراسات المهمة المنشورة بمجال ما، بعد ما قلنا كيف بنقدر نوصل لللاند مارك ترايل، الترايل قدامنا أو دراسة صارت قدامنا، كيف بدنا نتعامل معها. بداية حابب أعلق تعليق بسيط أني أنا عم أحكي كلام غير منهجي، شيء بيخطر على بالي صراحة. أنا ما حضر كتير للموضوع، شيء عم يخطر على بالي عم جهزه بعشر دقائق وربع ساعة، بكتبه على ورقة قدامي صراحة بحيث اني ما خربط او انسى، وبكتب نقاط محددة وبطلع بحكيها فيديو. فانا عم احكي عن النقد المنهجي للدراسات بطريقة غير منهجية، فقط للعلم. في دورات محترمة بالموضوع، في بالجوجل او باليوتيوب ان شاء الله بكرة لاحقا بذكركم اسماء محاضرات مطولة موجودة، سلسلة مثلا بنقد الطب المسند بالدليل، ممكن تتابعوها للي بده يسمع كلام منهجي. اللي بده يسمع كلام غير منهجي يقدر يتابعني. ربما نقطة القوة عندي مقارنة ما بعرف بغيري أو بنفسي، أني أنا جاي من الطب السريري. الحمد لله أنا طبيب جيد من ناحية السريرية، وبحاول أني أكون up to date، أني حاول أكون قدر الإمكان أنه الشيء اللي عم مارسه هو مستند إلى برهان، أنه هو شيء بيتوافق مع أحدث تقنيات العلم. هذا هو الشيء اللي بنتمناه للجميع. ماني باحث بنفسي ولا عندي شهادة خاصة بالبحث الطبي، وما عندي أبحاث بنفسي صراحة، ماني شاغل كتير بالبحث بحد ذاته. صار عندي دراسة حاليا بين إيدي، شو بدي أعمل فيها؟ أنا أول شغلة بعملها صراحة بطلع مين هو طبعا عنوان الدراسة مهم، قرأناه هذا بعدين ممكن نحكي فيه، بس أنا بهمني أعرف شو مين هن المؤلفين الدراسة أو مين هن اللي اشتغلوا على الدراسة. صراحة هذا الموضوع بالبداية بتحسه غريب، بس بعد فترة بتتعود. مو ضروري تحفظون الأسماء، هن حيكونوا في 10 أو 12 اسم وأكثر ربما أحيانا. على الأقل شوف الاسم الأول، شوف الاسم الأخير، هدول عادة هن الأعلام بهذا المجال، بمجالك اللي أنت متخصص فيه. أنت عم تقرأ دراسة تخصصية بتخصك، سواء بالجراحة العامة، بالجراحة العظمية، بالداخلية، بالعناية. فلما أنا بقرأ الاسم الأول والاسم الأخير، بعد فترة بيتكون عندي مجموعة أسماء، مخزون أسماء. هدول نفسهم بشوفهم بيقدموا محاضرات بالمؤتمرات الكبيرة، وهن اللي بيندعوا للمحاضرات والمقالات اللي المهمة بتنزل باسمهم. بصير أنا بعرف مين الأشخاص الموثوقين. نرجع للثقة، أنا لازم أثق باللي عم ينشر وأثق بالمجلة اللي عم تنشر. فأنا اسم المؤلف مهم أني ما أحفظه، على الأقل أقرأه مرة ومرتين كل ما بقرأ الدراسة. وحتى بهمني خاصة الاسم الأول اللي هو الباحث الرئيسي، والاسم الأخير اللي هو عادة بيكون معلم الجروب كله، معلم المجموعة. تاريخ النشر مهم جدا جدا، لانه بيهمني اعرف انا امتى الدراسه انتشرت. في دراسه مثلا الاكيوريسي ستادي تبع انه اللي انتشرت بال 2010 وقالت انه اعطاء السيسا اتراكوريوم بمرضى الاي ار دي اس لمده 48 ساعه اعطاء روتيني بيقلل نسبه الوفيات. انا لو اجيت احتجيت فيها عام 2020 فانا معلومتي ناقصه. هي الدراسه قويه وموجوده وصحيحه، وار سي تي دراسه فرنسيه شهيره. بس بال 2019 طلعت دراسة تانية اسمها الروز، دراسة أمريكية، قالت إنه الإعطاء الروتيني للسيس أدراكوريوم المرخي العضلي لمرضى الـ ARDS لا يقلل من الوفيات. وبالتالي أنا صار في عندي دراسة أحدث منها. أنا ما فيني أجي أحتج هلأ بالدراسة اللي صدرت بال 2010 وانسى اللي دراسه صدرت بال 2019، لازم اوافق بيناتهم. فتاريخ النشر مهم جدا لحتى اعرف شو صاير. مو بالضروره الدراسات القديمه تكون سيئه، بالمناسبه دراسه 2000 مثلا هي ار دي اس نتورك للارما، لحد هلا هي الدراسه المعتبره بموضوع اللوتايدر فوليوم. كل شيء طلع بعدها هو تكرار لها وما كان قدم شيء اضافي عنها. مجله النشر حكينا كثير انه شو هي المجلات اللي بتنشر، وبالتالي انا طلعت على اسم المؤلف، طلعت على تاريخ النشر، طلعت على مجله النشر. هلا انا ما بدي اخترع العلم ولا بدي اخترع البحث الطبي، وما اتوقع من شخص ما عنده اي خبره بالبحث الطبي انه خلال بعد محاضره سمع مني او دردشه، ما اسمها محاضره اصلا، اسم كلامي دردشه، او دوره حضره هون او 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 مؤتمر حضره هون بالبحث الطبي، انه يقدر يقيم دراسات كبيره. الفتره الاولى المطلوب منك انك انت تقدر تعرف شو هي نقاط النقد الموجهه للدراسات، مو انت تستخلصها بنفسك. اسمع غيرك، اسمع اللي يقيم الدراسه بشكل منهجي من الاسماء المعتبره. دراسه كيف بنعرف شو هو النقود الموجهه للدراسه؟ يعني انا شو تقييم الدراسة؟ كيف بعرف هذا الشيء؟ أول شيء بتطلع على الدراسة نفسها. الدراسة نفسها عادة بآخرها الباحثين المحترمين بيكتبوا نقاط القوة ونقاط الضعف في الدراسة تبعهم.
فهذه اول مرحله. طبعا ما حدا بيحكي عن زيت وعكر، مهما كان هن عم يحكوا رح يكونوا منحازين، مهما كانوا حياديين حيكونوا منحازين. الشيء الثاني انه عاده بالمقالات المحترمه او الدراسات الكبيره بينزل بنفس العدد بالمجله نفسها مقال نقد له او مقال تقييم له، ما هو مقال كريتيكال ابريزيال مثل ما بدنا اياه نحن كبحث طبي، بس على الاقل مقال بيراجع الموضوع وبيحكي كلمتين ثلاثه عن الدراسه عموما، وبيقول انه شو كان نقاط ضعفها وشو نقاط قوتها بشكل محايد. وعاده اللي بيالف لازم تعرف مين الف هذا المقال الناقد، بيكون شخص له باع بهذا المجال. فهذه الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه اطلع على ريفيو ارتكل، روح على المجلات الكبيرة مثل ما قلنا أو المجلات التخصصية وأخذ منها ريفيو أرتكل، مقال مراجعة بمجال معين، وليكن علاج أحدث علاجات الـ ERDS، أحدث علاجات التهاب المفاصل الرثياني، فنزل هالمقال ب 2019 في مجلة كذا، بفتح المقال وبقرأ هذا المقال. لما يكون مقال محترم بيناقش الدراسات، ومن هنا هي الدراسة اللي بدي اياها بيكون عم يناقشها، بيقول انه هي الدراسة فيها كيت وكيت. الاب تو ديت عموما يعني هو شوي منحاز، لانه هو بيعبر عن وجهة نظر الكاتب تبعه صراحة، مقالاته ما هي كتير حيادية حقيقة، بس تبقى مصدر جيد لمناقشة الدراسات. يعني لو بدي اعرف انا مثلا دراسة الموضوع الكورتيزونات بالصدمة الانتانية، بروح لبحث السيبتيك شوك بالاب تو ديت وبقرا شو كتبوا عن الستيرويدات. في مناقشة جيدة صراحة وجادة لعلاج بيذكرك 4 أو 5 دراسات مهمة بهالموضوع، وبيذكروا لك شو نقاط الضعف والقوة بكل دراسة. المحاضرات المسموعة مثل ما قلنا، الفيديوهات قلنا لما بيكون محاضر محترم بيقول الدراسات الصادرة بمجال معين، بيناقش الدراسة هي، إذا كانت دراسة حديثة كتير رح يناقشها قولا واحدا. يعني أي طبيب حيحكي عن قلنا المرخيات العضلية بالـ ERDS هلا بالـ 2020 حيرجع قولا واحدا لدراسة الروز اللي هي صدرت بالـ 2019، وحيرجع لدراسة الأكيورسي اللي صدرت بالـ 2010، ويناقش كل دراسة على حدة ويعطيك بالأخير نتيجة من هون. الديبيت اللي حكينا مثل ما قلنا اخيرا انه باحد من جلستين ثلاثه، الديبيت اللي هي جلسات الجدل او جلسات النقاش بقضيه معينه، شخصين متحاورين واحد مع واحد ضد، قولا واحدا رح يجيبوا سيره الدراسه اللي هي موضع جدل او دراسه حديثه، كل مين حيديرها لصوبه، اللي مع حيقول الايجابيات تبعها واللي ضد حيقول السلبيات تبعها، وبالنهايه انت الحكم وانت اللي حتاخذ القرار بنفسك. هي كان بس مجرد دردشة سريعة هلا ما بلشنا بالجد انه نحن كيف بنقدر ندخل بالدراسة، بس ثقوا بعد سنة زمان متابعة او سنتين متابعة بهالطريقة هي اللي عم بحكيها بدون ما تحضر اي ورشات عمل منهجية تبع البحث العلمي، حيتكون عندك ذخيرة جيدة من الدراسات ومن البحث الطبي، والقدرة على انك بالاخير بتقدر تستنبط بنفسك انت عم تقلد شو عم يحكوا صراحة. حابب احكي، خلينا اعمل دعاية لاحد المواقع اللي صدف معي من سن زمان او من سنتين، عمره 7 سنين الموقع بعده جديد، اسسوه اطباء امريكان حقيقة اظن من ستانفورد، اسماء ما بعرفها شخصيا بس يعني واضح انه شغلهم جاد، اللي هو موقع مثل ويكيبيديا حقيقة، نسيت اسمه صراحة، اسمه ويكي جورنال اظن، ويكي جورنال، عبارة مثل الويكيبيديا بس هو عبارة عن انه دراسات بيجيبوها، دراسات مشهورة بيجيبوها بيناقشوها وبيحطوها بيكتبوا نقد علمي لها، ملخص للدراسة ونقد للدراسة ونقاط القوة والضعف في شكل نوعا ما حيادي، ما فيني اقول انه كلامهم هو الصح بالنهاية، كلامهم هو عبارة عن وجهة نظر محترمة لشخص ما بيعرف، فممكن واحد يقرأ ويسمع ويعرف شو كتبوا ويرجع يبحث للدراسة نفسها، يعني يقرأ شو نقدوا هن الدراسة ويرجع يفتح الدراسة نفسها ويلاقي شو انه كلامهم صح او غلط، انه قالوا انه هي الدراسة عانت من كذا او كذا، فبيفتح الدراسة بيقرأ فيه بيلاقي انه فعلا كلامهم صح او غلط. هذا الموقع اسمه ويكي جورنال، ححط اللينك تبعه. مو كتير دراسات فيه، اظن فيه شي 150 دراسة كبيرة او 200 بمختلف المجالات، معظمها داخلية لانه اطباء داخلية غالبا عم يكتبوا. هذا الموقع له مستقبل غالبا، حي يعني اتمنى بالايام انه يضخم ويصير عدد الباحثين فيه الاكبر ويعملوا كريتيكال ابريزل اكثر، وبالتالي بيسهلوا المهمة على الجايين جديد على هالمجال، يعرفوا كيف يتعاملوا مع الدراسات. السلام عليكم.